تستمر التغطية أعزائي المشاهدين عبر قناة خالد بازيدان الإلكترونية على اليوتيوب لنهائي بطولة التسامح الثانية للأكاديميات. في هذا الأثناء استضيف الأستاذ عبد الرحمن عطاس عضو شرف نادي الاتحاد ورجل أعمال شهير واحد الضيوف الحاضرين لنهائي هذه البطولة. نرحب بك. أهلا وسهلا بك، حياكم الله. اليوم نهائي بطولة التسامح الثانية للأكاديميات، البطولة تسجل الستار بين فريقي الباشا والأسطورة، كيف ترى اللقاء النهائي؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله. البطولة جميلة جدا. أولا حاب أشكر منظمي البطولة الأستاذ علي هلال والأستاذ عادل القشيري وجميع أعضاء المنظمين لهذه البطولة التي تعتني بالنشء واستغلال وقت فراغهم بما ينفعهم. ثانيا بالنسبة للمباراة النهائية، مباراة جميلة جدا رائعة، أبرزت لنا عدة مواهب. أنا الآن أرى تقريبا ما يقارب أكثر من 6-7 لاعبين يستحقون أن يلتحقوا بالأندية فورا بمستويات جدا عالية. هذه البطولة جميلة جدا في إبراز المواهب، فقد يحتاج إلى صقلها هذه المواهب عبر الأندية. أتمنى للفريقين في هذا النهائي بالتوفيق، شكرا جزيلا للدعوة. أنت أستاذي تحدثت عن أمر مهم جدا، عن المواهب وصقل المواهب. أنت عضو شرف في نادي الاتحاد، نادي الاتحاد اللي في الفترة الأخيرة اعتمد على عنصر الشباب وحقق بطولة كأس الملك في نهاية الموسم. أين دور الأندية؟ تسأل كثير أين دور الأندية في صقل المواهب، خصوصا وأن البطولات باتت موفرة على كل الأندية، فقط الحضور والانتقاء لا غير. هو حقيقة يعني فعلا النقطة اللي ذكرتها بتعاني منها الأندية لسبب آخر. أولا دائما عند اكتشاف المواهب نفاجأ في أن اللاعب لا يمتلك الجنسية، هو يكون مقيم أو من مواليد البلد، وفي معوقات ما تساعد على انضمامه إلى الأندية. فهذه النقطة السلبية أثرت كثير على حضور أعضاء الشرف أو حضور الناس المعتنيين بهذا الأمر في اختيار انتقال عناصر، لكن ما زال في هناك بحث، ما زال هناك في الموجودين فيهم الخير والبركة، ما زال الانتقاء. أصبحت العملية عكسية، ليست فيها انتقاء وإنما فيها اللاعب الذي يرى في إمكانية حضور يذهب إلى النادي في أوقات تسجيل بصفة عامة في الأندية في النادي الذي في النادي في النادي الذي يسكن في مدينته، يستطيع أن يذهب إليه حسب أطر التسجيل وانضم إلى التسجيل. قبل أن نختم معك، ربما يتحدث الكثير من المنظمين بأنه البطولات التي تقام على الأحياء تفتقر إلى عامل مهم جدا وهو حضور الداعم الفعال المستمر. أنتم كرجال أعمال هل ستشاركون في دعم بطولات جدة بشكل استمراري؟ حقيقة أنا يشرفني وجودك داعم في جميع بطولات الأحياء التي أتشرف بالتواجد فيها، لكن كثرة الدواري في الأحياء والمباريات التي تحصل بهذا التنظيم فهي قد تفتقر فعلا إلى العنصر الداعم. كنت كلفة قد لا تغطي تقريبا الإيرادات التي بيحصل لها من الدعم أو من الإعلانات، لكن إن شاء الله بإذن الله الجميع تكاتف، لأن نجاح هذه الدورات نجاح للجميع، ليس فقط للأندية أو للحوارب، بالعكس التنظيم يؤدي إلى خلق أخلاق حسنة لدى اللاعب في روح التنافس وتنمية هذا الأمر. هذا الشيء هذا اللي يجعلنا دائما في التواجد في هذه البطولات. أنا أشكر دائما جميع الداعين لي في جميع البطولات، أتشرف بالحضور، أتشرف بالدعم، شكرا لهم. شكرا جزيلا لك على تخصيص جزء من وقتك للتحدث لنا عبر قناة خالد بازيدان، شاكرين لك الظهور معنا ونتمنى أن تستمتع بالنهاية. شكرا لكم جزيلا وشكرا لقناة خالد بازيدان الأولى، تقريبا الآن اعتبر هي الأولى تقريبا في مواقع التواصل الاجتماعي تويتر ما شاء الله واليوتيوب. أتمنى له التوفيق ولأعضاء قناة بازيدان، لكم كل الشكر والاحترام والتقدير. شكرا جزيلا.